سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير. اليوم جبت لكم واحد الوصفه خاصه بالروماتيزم. شنو هما الاعراض الشائعه ديالو؟ اعراض الروماتيزم هي الام في المفاصل، يا اما في اليدين او لا في الركبه، وهي كيف ما كنقولوا لها البروده. بعض الامهات كيتشكاو من ان ملي كيغسلوا الماعن او لا كيقيسوا المبارد كتجيهم بحال واحد الصاعقه يديهم، لدرجه انهم كيفقدوا الحركه في هذاك المفصل، او التهاب وتورم واحمرار ودفء في هذيك المنطقه المتاثره. والاسباب الاصابه بهذا الروماتيزم هي كتقدر تكون اما عامل وراثي، او لا بالنسبه للرجال التدخين، او لا خلل في الجهاز المناعي. كذلك كيمكن التعرض لحوادث مباشره على المفصل، هو كيقدر يؤدي الى الام في هذاك المفصل بما يسبب الروماتيزم. وكذلك التعرض للبروده او للرطوبه بزاف. كيف ما كنعرفوا حنا في فتره المراهقه ما كنبقاش نتسوقوا يعني لللبس ديالنا ولا شي حاجه، بحيث ان كنبقاو نخبوا الحوايج بزاف، ما كنتسوقوش. والهدف من هذه الوصفه هذه هو التخفيف من حده الالم، وبحيث ان هذه السيده هذه اللي عطاتني هذه الوصفه هذه الله يجازيها بخير، كتاكد وكتعاود بانها في ظرف 3 ايام كتبان النتيجه وما كتبقاش تحسي بهذاك الالم، لدرجه انها دابا سنتين باش دارت هذه الوصفه هذه عمرها ما بقات حساس بالالم في هذيك المفصل. الوصفه كيفاش؟ عباره عن ثوم مطحون، هو هذا طحنته، ها هو، او لا تمكن تحكيه ماشي مشكل، العسل الحر، الحلبه مطحونه، راها كتكون عند العطار. هذه الوصفه هذه كتشديها كتخلطيها، كديري معلقه من الثومه، معلقه صغيره حتى هي من الحلبه، والعسل، العسل الحر ضروري يكون العسل الحر، كتخلطيهم مزيان بالعسل حتى كتولي حصلي على مزيج. كتخلطيها مزيان، من بعد ما خلطتيها كتشديها كديريها على المنطقه اللي ضارك بلاص مكان الالم، مثلا في الركبه او لا في اليد. انا غنوريكم مثلا في اليد هنايا، غتشديها غادي تطبقيها على ديك البلاصه. وفي الاخير الحاجه اللي مهمه هو انك كتشديها كتغطيها مزيان بحال هكا، كتغطي ديك المنطقه الا كانت بلاصه الركبه كتغطي ديك الركبه بهذه الطريقه بحال ما هكا، وكتغطيها مزيان وكتلبسي مزيان، يعني ما خاصش البرد نهائيا يوصل ليك. هاد الوصفه هذه كديريها مره في النهار منين كتجي تنعسي، كتصيبيها كديريها في المكان الالم وكتغطيها مزيان وكتلبسي مزيان، وفي الصباح كتحيديها مده 3 ايام. غداوميها مده 3 ايام غتبان النتيجه، لان السيده اللي عطاتني جزاها بخير هاد الوصفه هذه كتشكرها وقالت لك لقات عليها نتيجه رائعه، ما بقاتش كتحس بالالم. كنتمنى من الله هاد الوصفه هذه تنال اعجابكم وتشاركوها مع اصدقاء ديالكم والصديقات ديالكم. وما تنساوش ابوني، والى اللقاء ان شاء الله في فيديو اخر. المرجو الانضمام للقناه وذلك بالضغط على زر الاشتراك الاحمر. واذا اردتم التوصل بجديد فيديوهاتنا فورا نزولها اضغطوا على الجرس، ولا تنسوا دعمنا بلايك اذا اعجبكم الفيديو.